مساء الخير من شارع الحمراء. أنهى الوفد الطبي الجزائري التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين زيارته تضامنية إلى لبنان تحت عنوان الإسناد الصحي للبنان في مواجهة العدوان الصهيوني. الزيارة التضامنية التي استمرت قرابة أسبوعين وشملت إجراء عدد من العمليات الجراحية في مستشفيات الجنوب والبقاع وبيروت تضمنت أيضا جوانب إغاثية أخرى وهي تجسد عمق التضامن الجزائري مع لبنان والقضية الفلسطينية. الوفد الطبي الجزائري المتضامن مع لبنان في هذه الحلقة من شارع الحمراء. أهلا بكم. أرحب بكم مجددا في هذه الحلقة من شارع الحمراء من مقهى تحت الشجرة. الوفد الطبي الجزائري، لجنة الإغاثة الجزائرية المتضامنة مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، هي حاضرة معنا في هذه الحلقة. كنت أشاهد مشاهدينا وأتابع المؤتمر الصحفي في ختام هذه الزيارة التضامنية، وكنت أسمع الدكتور عمار الطالبي وهو رئيس لجنة الإغاثة، الرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، يقول إن الجزائر سند لكم ومعكم ولا ننساكم أبدا. أعرف مكانة الجزائر ويعرف الجميع ويقدرون مكانة الجزائر بالنسبة لوجدان الشعوب العربية، بالنسبة لنا كلبنانيين وبالنسبة لنا أيضا كفلسطينيين. أرحب بالدكتور عمار الطالبي في برنامج شارع الحمراء. أهلا وسهلا بك دكتور عمار الطالبي، نورت شارع الحمراء ونورت بيروت. شكرا جزيلا على الاستضافة، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك. أيضا أرحب بالسيد كريم رزقي، مسؤول العلاقات في لجنة الإغاثة. أهلا وسهلا، شكرا. وأرحب أيضا بالدكتور حاتم شكيب دوليبة، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في إحدى المستشفيات الجزائرية، وأنت عضو في لجنة الإغاثة والوفد الطبي الجزائري الموجود في لبنان. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نحن هنا في مقهى تحت الشجرة. الوفد الطبي الجزائري بطبيعة الحال كان يعقد مؤتمرا صحفيا في ختام جولته وزيارته التضامنية التي استمرت أسبوعين إلى لبنان، وزاروا من خلالها عددا من مستشفيات الجنوب والبقاع وبيروت، وأيضا كان هناك جوانب أخرى رح يتحدثوا عنها في سياق هذه الحلقة. دكتور عمار الطالبي، نحن أيضا لن ننساكم ولن ننسى قدومكم في لحظات صعبة جدا. أهلا وسهلا بكم مجددا في بيروت. كيف رأيتم ووجدتم حال البلاد في هذه اللحظات التي تواجه فيها بيروت ويواجه فيها الجنوب والبقاع وكل القرى والمدن التي تتعرض لاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات الصعبة والتاريخية؟ ربما يتعجب الناس كيف يأتي الأطباء من الجزائر إلى هذه الظروف الصعبة في لبنان. السبب في ذلك وصل دون غيرهم، السبب في ذلك أننا عانينا في الجزائر مثل ما يعاني الآن إخواننا في غزة وفي لبنان، وذقنا المرارة في 7 سنوات ونصف من القتل والحرق والدمار، ولكن صبرنا وصبر المجاهدون، وبفضل الله تعالى والجهاد المستمر الصادق رغم قلة العتاد وقلة الجيوش بالنسبة للجيش الفرنسي ومن يساعده من الحلف الأطلسي، نعم، استطعنا بهذا كله أن ننتصر. وجئنا هنا لنقول لإخواننا إنكم ستنتصرون عن قريب كما انتصرنا. وقلت لإخواننا إن 7 أكتوبر هذا هو أخ شقيق لأول نوفمبر،
في الجزائر أول ثورة 54. ولذلك نحن هيئنا بعثة طبية متخصصة في الجراحات، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، المسؤولين عن التخدير إلى آخر ذلك. نعم. والحمد لله وجدنا سواء الأطباء أو نحن المرافقون لهؤلاء الأطباء أن الشعب اللبناني متضامن بجميع مقوماته لواجهة العدوان عليهم جميعا. صحيح. ولذلك فرحنا أننا وجدنا هذا التضامن وهذه المراكز للنازحين الذين يأتون من الأماكن الخطرة فيأويهم إخوانهم هنا. نعم. في ديارهم وفي مراكز المدارس والثانويات والجامعات ويعين بعضهم بعضا ويكفل بعضهم، هذا شيء جميل. ونحن مهمتنا أن ندعو للأخوة. ويقول رئيسنا الشيخ عبد الحميد بن بليس رحمه الله الأخوة قبل ما يؤخذ ويرد، إذا اختلفنا في الآراء لكن الأخوة لا تمس، تبقى ثابتة لأنها هي الأصل. إذا فسدت الأخوة فسد كل شيء. نعم. والرسول صلى الله عليه وآله أول ما فعله لتكوين المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكان بعضهم يرث البعض الآخر بدون قرابة. صحيح. هذا وقت التضامن على أي حال في الحروب في الأزمات. والقرآن نص صريحا. نعم. على أن المؤمنين إخوة، قال إنما المؤمنين إخوة من حيث التركيب اللغوي، إنما هذه الحصر كأن المؤمنين محصورين في الأخوة وليست هناك صفة غير الأخوة. صحيح. أعرف أن لديكم كثير من المشاهدات التي رأيتموها بأم العين. أيضا دكتور حاتم شكيب دوليبة كان في مستشفى راغب حرب على ما أعتقد. نعم. في جنوب لبنان. يهمني أيضا أن أسمع منك بعض المشاهدات. ما معنى أستاذ كريم رزقي أنت مسؤول العلاقات في لجنة الإغاثة أن يحضر وفد بالدلالات استكمالا لحديث الدكتور عمار الطالبي أن يحضر وفد طبي جزائري إلى لبنان بهذه الظروف الصعبة في الوقت الذي يغض الطرف فيه كثيرون عن المأساة الحاصلة كأنها لم تحصل، كأنها تحصل في مكان بعيد جدا؟ ماذا في الدلالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال شيخنا نحن في الجزائر نتضامن كليا مع الشعب اللبناني الذي يتعرض لإبادة ولقصف يومي والاعتداء على كل مكوناته واعتداء على أرضه من طرف الكيان الصهيوني، ونحن ارتأينا أن هذا من الواجب الشرعي والقومي والإنساني أننا نأتي ونحاول ونبلسم الجراح ونقول لبيك يا لبنان لبيك يا مقاومة. هذا واجب وأقل من الواجب. والدلالات أن الحمد لله الجزائري دولة وشعبا فيه بعض التميز عن باقي الدول، لأن الجزائري يعني اقتنى ولا استقلاله بالدم، دفع 1.5 مليون شهيد في خلال 7 سنوات و4 أشهر ليكون حر في إرادته، حر في قراره، حر فيما يراه واجبا. والآن وخير دليل الآن في مجلس الأمن في المحافل الدولية ترى الموقف الجزائري الرسمي متميزا على باقي الدول، يا للأسف وأقول هذا يا للأسف، على باقي الدول العربية والإسلامية
والإسلامية 57 دولة إسلامية والآن صرنا 2 مليار مسلم. لكن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رب واحد كألف ورب ألف كأف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: غثاء كغثاء السيل، إنكم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الحديث ينطبق على حد المهم الكثرة، مهم الفعالية، مهم الموقف، المهم الحضور، الوزن، النوعي، النوعية وليس الكمية. احنا يا ليت هذا الكمية تاع المسلمين كلها تكون نوعية، والمفروض أن كل مسلم يكون نوعي ويكون لأن يقتضيه عليه دينه. سيد كريم، الغزاويون في فلسطين صار لهم سنة وشهرين يسألوا وين المسلمين، وين العرب؟ نعم، سأعود لهذا. نحن نتحدث عن لبنان. نعم، نحن نرى من الخيانة العظمى أولا لثورتنا المظفرة ولديننا ولانتمائنا القوم العربي والإنساني أن نخذل لبنان، لأن لبنان اليوم ما يتعرض له لبنان هو فاتورة، هو ضريبة عن موقفه النبيل، موقفه الشرعي والإنساني والقومي والإسلامي الحقيقي، وقوفه مع غزة. لبنان دخل الحرب بمفرده، لبنان مقاومته الباسلة ضحت بكل ما لديها من أجل نصرة غزة، من أجل نصرة مقدسات المسلمين. 2 مليار مسلم، هي تمثل الآن تدافع عن 2 مليار مسلم الذي هو في سبات. يعني والدول العربية خاصة هي في 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 جهة أخرى، والآن نرى لبنان محاصرة، أول محاصرة من طرف العرب أكثر من 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 الغرب. الآن لم نرى أي وفد يأتي من بلد عربي أو من بلد إسلامي ويقول: نحن يا لبنان نحن نساندك، نحن معك. مدام لبنان مع المقاومة الفلسطينية ينصر مقدسات الإسلامية التي يعني مسؤول عليها 2 مليار من المسلمين، وهم خذلوا هذه المقاومة في فلسطين وخذلوا هذه مقدسات الأمة، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويتآمرون على فلسطين ويتآمرون على غزة. وكما تعلم نحن نعرف غزة، ومشينا إلى غزة عدد يعني من المرات كثيرة، وعندنا في الوفد الطبي من هم كانوا في غزة منذ أقل من شهر ونص. نعم، في شهر 9 كانوا في غزة وأجروا عمليات هناك تحت القصف وتحت يعني المخاطر، وهنا قالوا نحن غزة، لبنان هي توأم لغزة، لبنان هي أخت غزة، لبنان ما تتعرض له الآن من أجل موقفها من وقوف مع غزة. وهذا الموقف الحقيقي. طيب، ليس الدموع، ليس نقدم دموع في التلفاز، ليس نقدم دعاء يعني جاف، لا، احنا مطلوب منا أكثر من هذا، مطلوب منا والدنيا هذه يعني تبدي مواقف في وقتها قبل أن يعني قبل أن تمضي، لازم في وقتها تنصر أخوك لما يكون في حاجة إليك. هذا الذي نفهمه في الجزائر. دموع كثيرة على كل حال ذرفت، دماء كثيرة سالت. يقدر لكم على كل حال أهل غزة، ويقدر لكم أهل لبنان بطبيعة الحال هذه الوقفة التضامنية. دكتور حاتم شكيب دوليبة، أنت في عداد لجنة الإغاثة والوفد الطبي الجزائري الموجود هنا في لبنان، والذي زار لبنان لمدة 15 يوما، زرت يعني عدد أو ربما كان حضورك في مستشفى الشيخ راغب حرب في مدينة نبطية في جنوب لبنان. أعرف أن لديك الكثير ما تقوله لنا ولعائلتك وللجزائريين أيضا. ما الذي شاهدته بداية بشكل عام، لأنه ربما الحديث يحتاج إلى تفاصيل أكثر، رمزية وخصوصية أنك موجود في على خط النار؟ يعني كنت أسمعك أيضا في المؤتمر الصحفي تقول أنه جئت بما معناه لمساعدة اللبنانيين وأخذت منهم روح المقاومة وتحدي. ما معنى أن تكون
على خط النار مباشرة وأعرف أن حجم النار وكرة النار واللهب الموجودة حولك، لأني أعرف هذه المنطقة كبير جدا، خبرنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أوضح شيء، هو هذا الوفد يعني الطبي المتكون من 10 أطباء كانوا منقسمين على يعني جهتين كما تفضلت، يعني مستشفى الشهيد راغب حرب بالنبطية ومستشفى يعني في بعلبك دار الأمل، لا دار الحكمة، دار الحكمة، مستشفى دار الحكمة في بعلبك. نعم. وتقريبا انت تفضلت وقلت يعني كنا تحت النار. نعم، حقيقة اشتغلنا تحت القصف، ولكن هذا من الأول كان خيار. يعني لما جئنا قلنا نريد أن نعمل في أقصى الظروف لإعانة. احنا الآن ما مثلا في بيروت وزرنا في هذا الصباح يعني مستشفيات كثيرة، ما مثال يعني تقريبا آمن الأمكنة. نعم، في العاصمة. نعم، بنسبة كبيرة، ولو يوجد في حقيقة قصف كذلك على بيروت. صحيح، ولكن يعني الذي شاهد ليس كما هو الحال في الجنوب أو البقاع. نعم. إذن الأطباء كانوا يعني مصممين أن يكونوا في الواجهة الأولى. لماذا في الحقيقة؟ هل نخاطر بأرواحنا؟ لا، احنا اصلا مجيئنا الى لبنان هو لإعانة اخواننا الذين هم في اقصى الظروف، وهذا يحتاج الى شجاعة ويحتاج الى قرار قبل اي شيء. صح. الـ15 عضوا الاطباء والغير الاطباء وعلى راسهم يعني الدكتور عمار طالبي يعني صنفته مع الاطباء او غير الاطباء؟ لا، هو ما فعله اكثر مما فعله الاطباء ورئيس الوفد. نعم. اذا قدومنا الى هنا لم في اي حال من احوال ما خممنا انه يكون يعني علينا قصف. كي تذهب باش تعاون اخوك يصيبك ما يصيب اخوك، ولك يعني ما خلاص هذا قرار، خلاص هذا قرار وهذه قناعه. قناعه. واصلا جئنا وان شاء الله يحسبنا ربي هذا، يكتبوا لنا ان شاء الله الجهاد مع اخواني. فيما يتعلق الان لو تريد يعني بعض يعني يعني الأشياء المشاهدات الذي عشناها في النبطية، أولا ما لفت انتباهنا كان يعني نقلنا إلى مستشفى النبطية عبر الريد كروس اللبناني. اليوناني؟ اللبناني. لبناني. اللبناني طبعا. أدري لماذا سمعت يوناني؟ لا لا. ريد كروس اللبناني. صليب الأحمر اللبناني. نعم، وهذا يعني الإخوة كانوا مصممين لسلامة الوفد أنه يتم نقلنا على عبر هذا. في طريقنا إذا مررنا بصيدا، ولكن بعد صيدا كان الأمر مختلف تماماً. أول شيء يعني الإخوة في الريد كروس لبسوا الخوذات خلاص دخلتم بجو الحرب، وشيئا فشيئا ما عاد في الطريق إلا سيارات الريد كروس ونحن. فهمنا خطورة الوضع. نعم. أن في يعني منطقة يعني تقصف. وصلنا الحمد لله. دكتور حاتم، عذرا على المقاطعة، بهيك حالي بتبلش تفكر أنت بأنه أنا خلاص دخلت في منطقة خطر، يعني تراجع بينك وبين حالك حساباتك او لا خلاص انت مصمم حتى الوصول الى اذا تريد. هنالك في الانسان، نحن كلنا بشر. صح. الخوف طبيعي. حنقول احنا سوبر هيرو يعني ما نخاف؟ لا، كل بشر تخاف، ولكن كاين القناعه والايمان بالله. احنا قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله. خلاص توكلنا على الله. خلاص توكلنا على الله. الذي سيصيب. وصلنا الى النبطية، يعني هي كانت يعني للشهادة مدينة اشباح، لم يكن هنالك يعني كل تقريبا خاليا. دخلنا في يعني امام المستشفى، يعني في نقول لك امام المستشفى يعني امطار. كل مدمر حول المستشفى. نعم، كله مدمر. السيارات محترقة،
يعني الأبنية كل في محيط المستشفى على القريب، ما نقولكش يعني 500 متر، يعني 30 متر كله مدمر. يعني هذا، والقصف هذا كان قبل حضورنا. صح. وصلنا المستشفى لقينا يعني في استقبالنا أطباء، أطباء هذو سوبر هيرو كما يقولوا، يعني الذين يعملون بهذه الظروف. نعم يعملون، يعني أنت إذا قلت ماذا خرجنا إحنا كما قال صديق في المؤتمر الصحفي من بعلبك، ذهبنا للمساعدة ورجعنا بدروس، بدروس من إخواننا في اشتغلنا كما لم كما يكون الشغل تقنيا، يعني اشتغلنا في اختصاصي وفي اختصاصات الأخرى، جراحة العظام، جراحة العامة، يعني كل الإخوة اشتغلوا مع إخوانهم قدر المستطاع. نعم قدر المستطاع. هذا طيب سأعود إليك طبعا في المحور الثاني اللي يتحدث عن شهاداتك أكثر والدروس التي رجعت بها من الجنوب من خط النار. قبل أن أذهب إلى الفاصل، دكتور عمار الطالبي، تحدثتم في المؤتمر الصحفي مؤخرا وفي المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدتموه في بداية وعند وصولكم إلى بيروت عن دلالات ومعنى قدومكم إلى هنا، يعني هناك أبعاد مختلفة، تقديم المساعدة المباشرة في مجالات طب مختلفة وجراحة مختلفة، هي يعني قيمة إنسانية بطبيعة الحال، أيضا البعد الوطني الحاضر، معنى أن يكون الجزائر حاضر إلى جانب لبنان. وقلتم قبل قليل الدكتور سيد كريم أيضا قال بأنه من يعيش تجربة المقاومة والمأساة يعرف ما يعانيه الناس سواء في لبنان أو في غزة، وأعطيتم مثال عن الجزائر بطبيعة الحال. الزيارة التضامنية كانت على مدى أسبوعين صحيح؟ هل سيكون هناك دفعات أخرى، مراحل أخرى متلاحقة، أو المسألة انتهت هنا؟ الواقع كما يقول المثل عندنا لا يعرف الجمر إلا من داس عليه. صحيح. نحن علينا أو من اكتوى به. اكتوى به. ولهذا فنحن كان قصدنا أن نحاول أن نشعر إخواننا بأنهم ليسوا وحدهم، هذا مهم، لأننا ننتمي إلى حضارة واحدة وإلى أمة واحدة، فلا يجوز أن نترك إخواننا يموتون بالجوع وقناط الأثمان من المتفجرات فوقهم، تهدموا ديارهم ويقتلوا أطفالهم ونساءهم، ونبقى لا نتحرك، لا نستطيع أن نسكت أمام هذا الوضع. فهب إخواننا الأطباء متطوعين وأتوا بأدوات الجراحة، لم يأتوا هكذا. جئتم بأدواتكم من الجزائر. نعم. وتبرع بها الخيرون من الجزائر، اشتروها. نعم. وحملها هؤلاء الأطباء كلوازم ضرورية للقيام بعملهم. ولذلك فإننا باعتبارنا أمة واحدة لابد أن نلبي النداء. هؤلاء في الغزة يستغيثون ولا مغيث لهم ويقتلون. نعم. جوعا ولا يفقدون الدواء والغذاء والماء والكهرباء والوقود، محاصرون معذبون بهؤلاء الشريرين الماكرين الظلمة الذين يسمون أنفسهم بني إسرائيل. ولهذا فنحن نؤكد دائما على الوحدة لأن هي سبيل الانتصار. وفي القرآن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وصيغة عليكم تدل على الوجوب لا على التطوع، عليكم. ولهذا أنا في الجزائر أفتيت فتوين، الفتوى الأولى قلت لهم الزكاة من مصارفها
في سبيل الله وفي سبيل الله هذه الجهاد. صحيح. فاليوم الزكاة أولى بها المجاهدون هم الذين يأخذون هذا بطريق الأولوية. والثاني المتبرعون. هذا التبرع ليس إحسانا وتبرعا، وإنما هو أيضا واجب، لأنه إذا وقع العدوان على جماعة من المسلمين فعلى الآخرين كلهم أن يتداعوا لنصرة إخوانهم. طيب. ويصبح الجهاد فرض عين لا فرض كفاية. على كل حال غابت فتاوى الجهاد عن ما يحصل في فلسطين ولبنان، ما سمعنا الفتاوى في العالم الإسلامي. هذه فتوى أنا خلاص لم يقلها أحد في الزكاة ولا في الوجوب، هذه خاصة بي لأني أشعر بأن هذا واجبي والقرآن نص عليه، وفي سبيل الله وتفسير سبيل الله هو الجهاد. نعم. ولذلك فنحن سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق التي دمرت، نعم، دائما أبدا نتابع ونشعر بما يشعرون به، ولا يمكن لنا أن نقف مكتوفي الأيدي وإخواننا يموتون. أقل ما نستطيع تقديمه. بارك الله فيكم. أن ندعو لهم بالأمن مقدر لكم والسلم، وأن نعينهم بما استطعنا كما فعلنا هنا في لبنان، وجبات ساخنة. هذا الجانب الآخر من المبادرة. نعم. الجانب الإغاثي. الجانب الطبي. نعم. والجانب الإغاثي. نعم. اشترينا بطانيات وأفرشة وأغطية وأجهزة التدفئة في الشتاء، وكذلك ألبسة للأطفال والنساء ولعب. نعم. للأطفال. والتقينا أيضا بكل الشرائح الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية هنا، سواء كانوا من علماء المقاومة. نعم. أو علماء تجمع السنة والشيعة. هذه لقاءات مهمة. مهمة. والتقينا أول ما التقينا بمفتي الجمهورية. نعم. لأنه الشخصية الدينية الجامعة. نعم. وقلت له أنتم مفتي الجمهورية يدخل فيها المسيحيون يفتيهم. وقال نعم بعض المسيحيين يقول أفتونا. وهذا شيء جميل. ولما ذهبنا إلى الشمال إلى طرابلس الشام، بدأنا بزيارة المطران في كنيسته، لأن المسيحيين عصر صح مهم. طرابلس من الوجهات التي احتضنت النازحين وفتحت يعني قلبها للنازحين منذ اللحظات الأولى. نعم، فتحت قلبها وديارها ومنازلها ومراكز الإيواء لهؤلاء الذين هجروا ودمرت ديارهم وأمتعتهم وما يملكون. طيب. بدي أروح إلى فاصل وسأتابع الحديث أكثر عن لجنة الإغاثة ومبادرة الوفد الطبي الجزائري، وأسمع أيضا بعض المشاهدات. على كل حال، بما أنك تتحدث شيخ عمار عن التدفئة والوحدة، أنا رح أجمعهم مع بعض وأقول أنه أهم جهاز تدفئة للناس هو الوحدة، وحدتهم دائما هنا في لبنان، في فلسطين، في كل العالم العربي والإسلامي. الوحدة الداخلية والتضامن الوطني مهم جدا في مواجهة مشاريع العدو التي لا تنتهي في الحرب وبعد الحرب أيضا. إلى فاصل ونتابع مشاهدينا هذه المقابلة مع مجموعة من الأطباء والناشطين في الوفد الطبي الجزائري المتضامن مع لبنان في مواجهة العدوان الصهيوني من مقهى تحت الشجرة، ودائما عبر شارع الحمراء بعد الفاصل. أرحب بكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من شارع الحمراء مع الوفد الطبي الجزائري المتضامن مع لبنان. للأسف أنه سيغادر بيروت. نحن نتمنى طبعا أن تطيل فترة الإقامة لدينا. أعرف أنه هناك ظروف يعني تحكم أيضا وجودكم هنا، على أمل عودتكم وعودة أيضا وفود أخرى
نشعر بالأمان حقيقة يعني بوجودكم بهذه اللفتة. هذه يعني لا أبالغ على أحيانا تكون المسألة رمزية ولكن لها قيمة ومدلولات كبيرة. أرحب مرة أخرى بالدكتور عمار الطالبي، الرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورئيس لجنة الإغاثة، أيضا السيد كريم رزقي مسؤول العلاقات في لجنة الإغاثة، أهلا وسهلا بك مجددا. أيضا أرحب مرة أخرى بالدكتور حاتم شكيب دوليبة في هذه الحلقة من شارع الحمراء. سيد كريم رزقي، أنت ناشط في حملات إغاثة، يعني لديك تجربة سواء في فلسطين أو في أماكن أخرى، ربما هنا ألفت وأشير إلى تجربتك في سفينة مرمرة أسطول الحرية قبل سنوات، تقريبا قبل 14 سنة بتصور. كيف وجدت المقارنة بين حملات الإغاثة في تجاربك كلها وتجربتك الآن، يعني خلاصة تجربتك في لبنان على مدى أسبوعين؟ وجدت يعني يلي الأسف في هذا السنة وفي هذا الحرب يعني شيء يختلف عما كان عليه، خاصة الجمعيات الإسلامية والجمعيات الخيرية والتضامن والتكافل العربي الإسلامي مع اللي المفروض يكون دائم مع يوقف مع المظلوم مع المقاومة مع فلسطين. وجدت يعني فيه انخفاض وانحدار، وجدته تراجع. شو الأسباب؟ أنا سأذكر الأسباب. الأسباب أن فيها يعني شبه إجماع عربي يعني وتحالف عربي مع العدو. خلينا نقول حكام، نتكلم عن الحكام الذين في بعض الأحيان هم يمنعون حتى الناشطين الاجتماعيين الذين يعني يشتغلون من أجل إنسانية فقط وينصرون القضايا العادلة، يمنعونهم أن يتحركوا في هذا الاتجاه. كما كان يقول شيخنا رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شرفي، قد أصدر فتاوى يعني في الأيام الماضية عند بداية الحرب على غزة وعند دخول إخواننا في لبنان، المقاومة اللبنانية، هذا الحرب لنصرة غزة، أصدر فتوى أن جزء من الزكاة أو كل الزكاة تعطى للمجاهدين، تعطى للناس الذين يقصفون، تدمر بيوتهم. هذه سابقة، صحيح، يعني في العصر الحديث ولا في يعني في هذا الخمسين سنة الأخيرة سابقة، وقد تكون يعني الوحيدة في هذه الحرب. وهذا أقول لك أن لماذا؟ لأن الجزائر انتزعت استقلالها بالدم، ولهذا هي عند استقلالية في قرارها السياسي وعند استقلالية حتى في علمائها. لما كان تصدر الفتاوى وتحرض الشعوب لترتد على دولها وتضمير دولها، وكان تسميه بالجهاد، وكان نفس الناس هذول اللي كانوا يصدروا الفتاوى ويحرضون على بلدانهم وعن حكامهم، الآن أين هم؟ لما تولي القضية بالعدو الصهيوني، العدو الغاشم، العدو الذي يحتل، اختفوا، نعم، الذي يحتل أرض المسلمين ومقدس المسلمين ويذبح ويقتل الأطفال ويقتل نساءنا ويرمي نساءنا ويتم أولادنا، الآن لا نسمع لهم أي صوت. لماذا؟ لأنهم مسيسون ولأنهم يعملون تحت سقف الحكام، وهذا الحكام يليتهم كانوا حكام يعني حكام يحكمون بالعدل ويعيشون يعني مأساة أمتهم، لا بل يتواطؤون مع العدو. أنت أذكرت مثال، إخواننا في غزة الآن محاطين، فيه مصر، فيه الأردن، أين هما هذا بلدين؟ لا يقدمن شيء، لا يستطيعان يعني تمرير الماء.
قدموا مساعدات بفترة سابقة. لا الماء الآن المساعدات تكون مستمرة. نحن كما قلت أنت هذا الوفد الذي سيغادر لبنان هذا ليس وفد يأتي موسميا وفقط، لا ستكون استمرارية، ستكون الجزائر. شيخنا قال كلمة، قال نحن سند لكم، سند لكم. ما إيش معنى؟ معنى هذا أن نأتي ونذهب ونقول خلاص انتهت مهمتنا؟ لا، سند يعني يبقى السند، يبقى تحت التصرف، يبقى نحن بعدة أشكال سنبقى نساند ونشارك في تضميد الجراح وفي بلسمة الجروح وفي مساندة المادية والمعنوية. نقدر لكم ذلك بطبيعة الحال. سيد كريم رزقي، أفهم منك بأنه سياسات هذه الدول أثرت على جهود الإغاثة بطبيعة الحال، رغم أنها جهود إنسانية يعني بالدرجة الأولى، وهناك تراجع كبير يعني بين حالات سابقة وما يحصل الآن. لا أضيف لك حاجة يعني لو تسمح لي، لكن بهذا الموقف وهذا بفضل هذا الوفد الذي أتى إلى لبنان، الآن يتصلون بنا وأنا كمسؤول علاقات يتصلون بأطباء من المغرب العربي، من دول المغرب العربي ومن مصر ومن تركيا، ويقولون لي نحن نريد أن ننسق معك ونبعث وفود ونحن سنعمل على هذا وسنزور تلك الدول وسننسق معها وسنشجعها ونساندها ونعينها ونكون حتى تأتي وحتى تقول لبنان أنها ليست لوحدها، في وراءها أمة ستستيقظ وستفيق رغم حكامها الذين لا يفعلون شيئا لهذه القضية. كما نحن في الجزائر نحن نقول بأن القضية الفلسطينية قضية الأولى، وإحنا رئيس الجزائري يقول إنها أم القضايا، يسميها بأم القضايا، قضية الفلسطين، نصرة القضية الفلسطينية، إنها هي أم القضايا. نعم. التي يهتم بها الجزائري. طيب. جيد. على كل حال دكتور حاتم شكيب دوليبة، هذه يعني كما يقول سيد كريم رزقي بأنه عدد من الناشطين أو الأطباء من بلاد عربية مختلفة عم يتصلوا ويتواصلوا ويعلنون جهوزيتهم، يعني بركي هذه الدائرة تتسع أكثر فأكثر. مهم يعني أن تحفز آخرين أيضا على المبادرة. أيضا الدكتور عمار الطالبي أعتقد أنه تحدث عن قيمة الوقت وتوقيت أن تتخذ المبادرة، الوقت هو الآن. على كل حال دكتور حاتم شكيب دوليبة، أعود إلى المكان الذي زرته خلال 15 يوما إلى خطوط المواجهة وخط النار، وقلت بأنك وصلت إلى هذا المكان وأجريت بعض أنت ورفاقك أيضا بعض العمليات الجراحية مع الفريق اللبناني في مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في النبطية. في حالات معينة أثرت فيك كثيرا، شاهدت سواء من خلال المصابين الجرحى أو من خلال الأطباء أو من خلال ما شاهدته خلفك حولك عفوا. نعم. يعني في برامج مثل هذه يوجد يعني الكلام الأكاديمي وتوجد القصص المعبرة. نعم. وتلك القصص المعبرة هو اللي يلتقطها المشاهد وتكون يعني في الذاكرة. في الفترة هذه كانوا أيام شداد وأيام أقل شدة. ليست نفس الوتيرة. نعم ليست نفس الوتيرة. على يعني للملاحظة كل يوم يأتي شهداء كل يوم، ولكن المصابين يعني بعض القصف يسبب يموت كله يعني يأتيوا شهداء، وفي بعض الأحيان يأتيوا يعني يكونوا مصابين. فعلى سبيل أكثرية شهداء. نعم الأكثرية شهداء. نعم أكثرية شهداء. ونفس الملاحظة يعني قالوا هنا الإخوة في بعلبك، يعني القصف يعني يكون قصف. نعطيك يعني مثال على القصف، هنالك يعني فيه شهيد يعني العائلة دفنوه ولا يسمح إلا عنصر أو اثنين لينفوا المريض، ولكن أقاموا يعني مجلس عزاء. نعم. قصف
قصف مجلس العزاء. حصل يعني ذلك بس صحيح. شوف يعني الوحشية لهذا العدوان. لأعطيك نموذج يعني لما حدث في يوم شديد. اليوم شديد يعني اللي كان فيه العمل يعني متواصل من الصباح إلى الفجر. في ذلك اليوم عدد الجرحى تطلب 50 وحدة دم. 50 وحدة دم لأنهم كل مصابين يحتاجوا إلى الدم. فماذا يعني جرى؟ للعلم أن مستشفى النبطية ويعني السكان غير موجودون في النبطية. نفس الشيء يعني أغلبية السكان المتبرعين بالدم ما فيه متبرعين بالدم إلا عمال الذين يعملون في المستشفى، أطباء ويعني ممرضين وطواقم إدارية، يعني هذو هم الموجودين. ففي الليل صار مشكل أنه كمية الدم قلت إلى درجة خطيرة وكنا نحتاج يعني بالدم أكثر. فكنا مع الإخوة ويعني ما من الأول لم ننتبه لذلك. ومن بعد في الطاقم الطبي الجزائري اللي كان موجود كلنا أو بوزيتيف، كلهم الأربعة أطباء صادف أنكم صادف أربعة أطباء أو بوزيتيف في الأربعة، والأو بوزيتيف كما تعلمون كريم هو اللي يعطي الدم للكل. نعم. فقام الطاقم قال نعم خذوا لنا. في الأربعة لأسباب تقنية أخذ من اثنين ولم يؤخذ من اثنين لأسباب يعني طبية محضة. فكمية الدم التي أخذت من الطاقم بسرعة بعد يعني الفحوصات اللازمة أعطيت للإخوة، فأعطيت لمريضين، مريضا استشهد ومريضا مازال عايش. نعم. يعني كي بدينا نتكلموا قلنا لهم ما تقولوش يعني أي مريض أخذ هذه أو تلك الوحدة، نخليها عند الله عز وجل. ففي هذا يعني حقيقة يعني الدماء يعني ما الشغل، ولكن حتى في الدماء يعني وصلت. هذا يعني نموذج يعني قصة نقوله معبرة جدا. صحيح. لما حدث. الحال القصة الثانية وهو يعني مصاب جاء يعني بجروح بالغة يعني الخطورة كبيرة، أجريت له عمليات كثيرة في نفس الوقت، أكثر من عمليات في نفس الوقت يعني. نعم. طاقم جراحة المخ وطاقم الجراحة العامة وطاقم جراحة العظام. نعم. في نفس، وهذا يعني يعني افتح قوسين يعني هنالك يعني استعداد ويعني وطاقة منظمة يعني يعني مميزة جدا جدا يعني في يعني للتمريض. فهذا المريض الحمد لله كتب له ربي ويعني ويعني والحمد لله تعافى شيئا فشيئا وخرج من العناية المركزة. فتبعناه يعني تقريبا 15 يوم، واليوم الأخير خذينا معه صورة معبرة بيعني علامة النصر من جهتنا ولجهة هذا المريض وعلى هذه يعني. وإذا أختم يعني في جملة، هذا عمل تقني اللي تفضلت به، ولكن المهم هو كانت يعني وش نقول لك يعني كأنهم الأرواح تتآلف، ماشي تتآلف أكثر، دخلت في بعضها البعض. يعني تركنا يعني بعد الرجوع يعني يعني سلت الدموع من طرفين. كي ركبنا جراد كلوس باش يعني هذه تجارب إنسانية صادقة وحقيقية. سلت الدموع من الطرفين يعني من الجزائريين والأطباء كلهم في يعني في مستشفى راغب خرجوا يعني أمام السيارات تاع الريد كروس اللي جات باش تاخذنا. والله يعني شيء صعب 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 كثير يعني. لحظة الفراق كانت يعني
يعني سالة الدين. رغم أنه الفترة يعني نسبياً قليلة. الإحساس. كان أسبوعين. نعم أقل 11 يوم. بتنا 11 ليلة نعم. وقعدنا 12 يوم. كما قولوا للإنسان. خلاص تجربة الحرب مختبر. مختبر حقيقي. مختبر ولكن تعطيك واحد الإحساس. بعد يومين أو ثلاثة تعتبر يعني كنت كلموا الأطباء يعني جزء, مع جزء من هذه العائلة تقول نعرفهم منذ سنوات يعني شيء يعني ودارت أحاديث كثيرة بينكم وبينهم شو كنتم تتحدثون في كل شيء كل شيء تحدثنا على كيف نعيش كل واحد ورى صور عائلته للآخر هذا ابني وانت قلت لي يعني تسجيل للطفل يعني كان معبر يعني شوف أنا نوري لهم الصور يعني أبنائي وأحفادي هم يوريوا لي صور أبنائهم ويعني تحدثنا حتى ليعلم هذا يعني وشاهد الكاميرا الآن وهذا يعني إذا كانت رسالة مهمة جدا جدا نعم. جدا كما تعلمون ذهبنا هنا في لبنان ويوجد مسيحيون ويوجد مسلمون سنة ومسلمون شيعة فتكلمنا حتى في هذا المجال وفي يعني قلنا كلمة قلنا يعني الأطباء يعني عملوا كل ما بوسعهم ليتقارب الإخوة ولم يكن أي إشكال فيعني هذا يعني رسالة للإخوة يعني اللي في الفقه الإسلامي لكل لازم يتوحد حتى العدو عدو واحد. قبل ما أرجع إلى الشيخ الدكتور عمار الطالبي لأنه أيضا عم بيشدد على مسألة الوحدة وهذا يمكن قياس عليه في كل المجالات لأنه أساسي فينا نسمع نحن وياك التسجيل اللي عنه الطفل ابن أحد الأطباء نعم طيب لكن خلينا نروح نحن وياك وأيضا الدكتور عمار والسيد كريم رزقي لنسمع والمشاهدين طبعا هذا التسجيل المؤثر بطبيعة الحال وهو نموذج لرسالات كثيرة تصل بين الأولاد والأباء وهناك أيضا للأسف رسائل كثيرة لا تصل لأنه الآباء أو الأبناء قد يكونون في عداد الشهداء في هذه الحرب الإسرائيلية الهمجية نستمع إلى هذا التسجيل ونتابع الحلقة مشاهدينا. سلام يا بابا كيفك؟ نحنا كتير اشتقنا لك وأنا كتير بحبك إن شاء الله بتخلص الحرب ونروح كلنا بنصلي بالقدس أنا كتير بحبك مؤثر جدا على كل حال هذا التسجيل على أمل اللقاءات يعني على أمل أن تلتقي العائلة أن يلتم شمل هذه العائلة العائلة اللبنانية والعائلة العربية والعائلة الإسلامية أليس كذلك شيخ عمار؟ ينسى الناس أنهم من عائلة واحدة آدم وحواء ويزعمون أن هذا أفضل من هذا وهذا يعني مقرب إلى الله كما يزعم هذا بنو إسرائيل وهم أبناء الله والثانيين أبناء الشيطان هذا هو هذه خرافة صنعها البشر وليس لها معنى أبدا لماذا؟ الآن نحن مثلا في الغرب الإسلامي وأنت في المشرق نعم ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن شام واحد جمع بينهم الجغرافيا فلا يمكن أن نفصل عن المكان والمكان هو محكومين بالجغرافيا والمكان هو الذي تسجل فيه التاريخ والثقافة والحضارة الزمان صفحات الزمان تكون مليئة في التاريخ بصنع الثقافة صحيح. والاشتراك فيها ولذلك فنحن من هذه الناحية يجمع بين الجغرافيا المكان ويجمع بين التاريخ أي الزمان فلا يمكن أن يدعي أحد الانفصال فهذا كذاب ومن ثم فكما رأيتم أن دم الإخوة الأطباء الجزائريين أعطي لمرضى لبنانيين يعني امتزج الدم بالدم صحيح معبر جدا ولا ننسى أيضا أن سيدة من صور مدينة صور
الدولة في شمال أفريقيا قرطاجنة، وكان الفينيقيون على قبل الإسلام على سواحل شمال أفريقيا، سواحل البحر، ولهم أثار اليوم معاصر الزيت وحواري وما إلى ذلك. فهناك اتصال بين لفتي البحر الأبيض المتوسط. نحتاج إلى مزيد من هذه الجسور والبحر يا شيخ، يصل بيننا ولا يفصل. الأصل في البحر. نحتاج بعد ونطمع أكثر بمزيد من هذه الجسور بين المغرب العربي والمشرق العربي. ولذلك نحن اليوم ندعو إلى عادة هذه اللحمة وأن يوصل ما أمر الله به أن يوصل فيما بيننا. نعم. في القرآن جعلنا أمة واحدة، أكد القرآن على أمرين. نعم. التوحيد. توحيد الألوهية. نعم. والتوحيد الأمة، أمة واحدة. وكل أكرر هذا، وكل من يسعى للتفريق فهو ليس منا بل مع العدو. طيب. يعاون العدو. دكتور عمار الطالبي، بعد كل ما حصل من سنة وشهرين في غزة، من شهرين تقريبا في لبنان، في الجنوب، في البقاع، في الضاحية الجنوبية، في أماكن أخرى، هل تثق بأننا سنخرج من هذه الحرب منتصرين؟ ما هو معيار النصر والهزيمة بالنسبة لك؟ كيف تقارب المسألة هنا؟ نعم، كل حرب كل حرب في التاريخ تنتهي بمغلوب وغالب. نعم. وها هنا اليوم هؤلاء الظلمة القتلة من الصهاينة جاء أجلهم، فهم اليوم يحفرون قبورهم بأيديهم، وكشفوا عن نفسيتهم المجرمة أنهم إجراميون، وأن هذه الدولة هي عصابة إرهابية قاتلة. وتفطن الناس وانكشف لهم أن هؤلاء الكذابون وأنهم أصحاب شر، يقتلون الأطفال والنساء ويدمرون المنازل، ولا يتبعون لا قانون أخلاقي ولا قانون الحروب ولا أي قيم من القيم الإنسانية الأخلاقية. وأصبح الناس يتظاهرون في الغرب، الطلبة في الجامعات، ثورة أخلاقية صحيح ضد هؤلاء الظلمة. ومن هنا فهم يكرههم العالم كله وهم إلى زوال. طيب. وأبشروا يا أهل لبنان وأهل غزة أنكم منتصرون والنصر قريب إن شاء الله. سيد كريم رزقي، بدقيقتين أخيرتين، ما أبرز الخلاصات التي خرجت بها بعد هذه الزيارة التي استمرت أسبوعين للبنان؟ كجزائري يزور لبنان ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، أو أنها المرة الأولى، صحح لي على كل حال، ولكن نتحدث عن خصوصية الزيارة بهذه الظروف. نحن نتحدث عن ظروف حرب، لماذا ستعود إلى الجزائر؟ سأعود إلى الجزائر أكيد لأشحذ الهمم من جديد، ولأنظم وأرتب ونروي ما شهدنا من دمار، مما شهدنا مما يتعرض إليه الشعب اللبناني من دمار ومن ظلم ومن قصف بالليل والنهار، ويعني المشاكل التي يعاني فيها يعني أكثر مليون نازح، يعني هجروا من ديارهم أصبحوا اليوم بدون مأوى. وأنا شفت الحالات الكثيرة كما رأوا إخواني في الجانب الطبي، أنا في الجانب الاجتماعي والإنساني شفت مآسي كبيرة وكثيرة. مثلا شفت أطفال صغار فقدوا أمهاتهم وأباءهم، أصبح اليوم أيتام ليس لهم أحد، يعني وهم صغار لا يعلمون ماذا يصيبهم، والآن هم في صعب أن تفسر للطفل، أن تشرح للطفل يعني صعب جدا جدا كيف ستتحول حياته، ويعني هذا المآسي هذه وهذا يعني شيء مؤثر جدا جدا. وهذا سأرويه إلى أطفال الجزائر وإلى عقلاء الجزائر وإلى كل الأشراف الجزائر، عشان يعني يزيدون في
في الإنفاق وفي الوقوف مع إخوانهم في فلسطين وفي لبنان، لأن الآن أصبح توأم يعني لا نفرق نحن بين فلسطين ولبنان. والخلاصة يعني وشي اللي شفته في هذه الرحلة هذه التضامن اللبناني اللبناني، احنا مشينا في كل تقريبا انحاء لبنان ولقينا النازحين وصلوا الى 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 طرابلس والى يعني الى كسروان الجبل ورحنا زرناهم، كونت صوره يعني قمنا بواجب، لكن هذا الواجب قطره من بحر، لازم هذا الواجب احنا لنا ندعي اننا يعني درنا ما استطعنا ان نفعله، وما ان شاء الله سنعيد الكره وسنقوم بجسور اغاثيه من الجزائر ومن غير الجزائر، لان الان كما قلت نامل ان تتكثف هذه الجهود، ان شاء الله تتكثف وتكون من بلدان وتكون وحده وتكون كذا، وصلنا نقل الصوره، وهذا يزيدنا عزيمه اننا نحن نخدم الانسان، يعني مهما كان في اي بلد يتعرض لما تتعرض له سنقف معه ولا نخذله، وخاصة لما تكون قضية مثل تحرير الأوطان والتخلص من العبودية ومن الصهيونية التي يعني تلين بها في هذا القرن وجثمت على مقدساتنا وعلى أرضنا. طيب. دكتور حاتم شكيب دوليبة، ستعود تفكر بالعودة مجددا حسب الظروف في طبيعة الحال لتعيد هذه التجربة؟ نأمل أن تنتهي الحرب الآن قبل الغد على أي حال، وبالتالي الخلاصة أو الدرس الأهم الذي خرجت به من هذه التجربة القصيرة نسبيا. سأجيبك على سؤالك بما فعلناه كي كنا في النبطية. الوفد الطبي يعني كي كنا الجزائري كي خلاص الشغل ونطلع يعني على غرفنا أشرنا إلى سيناريو محتمل، وهذا السيناريو المحتمل هو إذا جاء يوم عودتنا واشتد القصف وكان هنالك يعني عمل كبير، هل سنرحل وعندنا طائرة يعني يوم غد؟ قلنا لا، القرار كان يعني قرار واحد، قلنا إذا اشتد القرار فلن نرحل حتى تهدأ الظروف. إذن هذا جواب على سؤالك. أكيد أكيد يعني العودة احنا قبل ما نجيو كما قال الدكتور عمار طالبي فيه يعني في جمعية العلماء ناس ربما تحضر إلى، وإحنا نأمل إن شاء الله يعني تتوقف الحرب على إخواننا في لبنان وفي غزة إن شاء الله. شكرا لكم حضوركم هنا. فقط كلمة مقدر لكم أقول في خاتمة هذه الندوة، أين المثقفون وأين العمال القيام بإضراب على المواني لا يتركون أي سفينة تمر، وأين البرلمانيون، أين هؤلاء، وأين علماء السوء الذين يريدون أن يرقصوا مع الراقصات ويقول لا بأس من الحفلات تفتح لا بأس، بقي هذا الشيوخ يجتمعون ويرقصون مع الراقصات هذا الذي بقي لهم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام على الأمة جميعا، والسلام على جنوب لبنان، والسلام على غزة، السلام على هذه الأوطان الشهيدة والجريحة والمقاومة والتي ما زالت تقاوم والتي ستقاوم. هذا درس الجزائر الحاضر إلى الآن، هذا درس لبنان، وهذا درس فلسطين، ولو كانت الأثمان كبيرة، ولكن هؤلاء حسموا قرارهم بأنه لن يستسلموا، لم يعطوا الإسرائيلي ما يريده، قالوا منذ زمن بأنه باقون هنا في الأرض، هم أهل الأرض على أي حال، هذه قضيتهم، والنصر سيكون حليفهم بإذن الله. شكرا لكم، تحية لجهودكم على هذه المبادرة، وبلغوا لنا تحيات لكل أهل الجزائر. شكرا. أشكركم دكتور عمار الطالب الرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السيد كريم رزقي مسؤول العلاقات في لجنة الإغاثة وعضو الجمعية أيضا، الدكتور
حاتم شكيب دوليبة، شكرا لك مجددا. شكرا لفريق العمل، وشكر كبير لإدارة هذا المكان مقهى تحت الشجرة على هذا الاحتضان الدائم. شكرا للمشاهدين، إلى اللقاء.